أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة من ضحايا شلل الأطفال تعاني معاناة كبيرة بسبب وجود سلالم، بسبب عدم قدرتها على الوقوف أو المشي. رغم معاناتها، بقوة إرادتها وعزيمتها بتقدر تتغلب على الإعاقة وتواجه كل صعب بكل شجاعة. استقالة من ذوي الإرادة رغم كل التحديات اللي بيمر بيها، كل العوائق اللي بتقابلها، بيقدروا يواجهوها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. قدروا بقوة إرادتهم وعزيمتهم يحولوا الإعاقة لطاقة واليأس لأمل. قوة إرادتهم وعزيمتهم بتحدى كل صعب.